طبعا حضر هذا الافتتاح الهام الكبير قاعدة برنيس، زي ما بدأنا الخبر وقلنا عدد من الزعماء من القادة من الدول الشقيقة والصديقة لمصر، وطبعا الإمارات العربية المتحدة دائما حاضرة وموجودة في هذه المحافل اللي بتعكس النجاحات والإنجازات اللي بتشهدها مصر في التوقيت الحالي. الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية كان موجودا وأعرب عن سعادته بالمشاركة في افتتاح هذه القاعدة العسكرية، قاعدة برنيس في منطقة البحر الأحمر واللي بتضيف الكثير للنطاق الاستراتيجي الجنوبي في مصر. الشيخ محمد بن زايد الحقيقة ولي عهد أبو ظبي قال في تغريدة عبر تويتر: سعدت برفقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في حضور افتتاح قاعدة برنيس العسكرية ومطارها المدني، إنجازات حقيقية وإنجازات نوعية تعكس رؤية مصر الطموحة لآفاق تنموية شاملة تعزز دورها المحوري في منظومة الأمن العربي والاستقرار الإقليمي، تمنيتنا لها بالمزيد من التقدم والازدهار. جدير بالذكر هنا أنه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد افتتاح مطار برنيس برفقة الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، وده كان طبعا داخل قاعدة برنيس العسكرية، واستمع السيد الرئيس إلى شرح تفصيلي عن المطار وعن كل ما يحتويه مطار برنيس، وأجرى السيد الرئيس جولة داخل المطار، وكان الرئيس السيسي شهد عرضا مباشرا للتدريب البحري ضمن المناورة قادر 2020 في قاعدة برنيس البحرية اللي طبعا بنتابع مشاهد مما تم فيها وحدث في هذه المناورة، وكان في عملية إسقاط عناصر القفز الحر للقوات المظلات والكثير أيضا من المشاهد الهامة اللي تابعناها، ودي لقطات من الحضور وهم بيوصلوا بالصورة عن قرب لهذا الإنجاز اللي بنتابعه.